والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. الأخبار الاقتصادية لدى مصطفى مزار. تفضل مصطفى. شكرا إمام وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان أحلام مدني مهدي. جاء ذلك في إطار زيارتها لمصر لبحث مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. وقد أعرب عبد الوهاب عن الاهتمام الدائم للحكومة المصرية بالتواصل مع الجانب السوداني والعمل كذلك على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتشجيع مجتمعات رجال الأعمال في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية في مصر والسودان. من جانبها عبرت الوزيرة السودانية عن تطلعها للاستفادة من الخبرة المصرية في المجالات كافة. التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مع المدير التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية ونائب رئيس الشركة للمشروعات لمتابعة المستجدات الخاصة بالتعاون في تنفيذ المشروعات الخاصة بالوقود الأخضر وتوطين الصناعات المغذية لها. وأعرب وليد جمال الدين عن جدية المنطقة الاقتصادية فيما يتعلق بدعم الكيانات الكبرى والتي قامت بتوقيع مذكرات التفاهم لإنتاج الوقود الأخضر، بالإضافة إلى جاهزية المنطقة الاقتصادية لهذه المشروعات. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية الالتزام الكامل الذي تبديه شركة لإنجاز هذا المشروع بأعلى المعايير الفنية ووفقا للإطار الزمني المحدد. ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخطوات التنفيذية للبرنامج القطري لمصر بالتعاون مع المنظمة، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشارت وزيرة التخطيط في هذا الإطار إلى أن تصميم البرنامج القطري كبرنامج متكامل مدته 3 سنوات من شأنه أن يسمح لمصر بالاستفادة من خبرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تصميم السياسات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالاعتماد على مجموعة واسعة من الركائز. أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير عن فتح الأسواق الباكستانية أمام البصل المصري وتصدير أولى الشحنات إلى باكستان، وذلك بعد نجاح المفاوضات بين الحجر الزراعي في البلدين واستيفاء كافة الاشتراطات ومعايير الصحة المطلوبة. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مسجلة 1726 دولارا للأوقية. أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 957 جنيه، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1117 جنيه للجرام الواحد، في حين سجل الذهب عيار 24 ما قيمته 1276 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 9780 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بفعل تهديد روسيا بقطع إمدادات النفط والغاز، على الرغم من أن العقود الآجلة للخام سجلت انخفاضا مع ارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام البرنت بنسبة 4.1% لتصل إلى 92.84 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.9% لتصل إلى 86.79 دولار. أما أسعار المازوت فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 1.42% لتصل إلى 3.59 دولار للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.2% لتسجل 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، بكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة.